عايز تحصل على أرباح من الإنترنت، سواء لو أنت عندك قناة يوتيوب فيها مشتركين كتير أو فيها صفر مشتركين، أو لو التفاعل ضعيف أو لو عندك تفاعل كويس. في الحقيقة في طرق كتير أنك تربح من الإنترنت برضو من اليوتيوب دون أن أنت تكون مشترك مع أدسنس أو غير، ما تكون عادي جدا، مش شرط برضو أنك تكون موجود في خدمة شركاء يوتيوب. التفاصيل هنعرفها في الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا علي فوزي في فيديو جديد على قناة محترف النت. أولا طبعا بعتذر للمشتركين بسبب تأخر شوية في نشر الفيديو، ما تأخرتش كتير ولكن تأخرت شوية. غير كده إن أنا بقالي كذا فيديو ما بطلعش في الفيديو بنفسي، بقول الفيديو ما بطلعش فيه. غير كده في شوية تغييرات، ممكن واحد دلوقتي يقول لي انت مين ان انا مثلا حلقت شعري، وطبعا النضارة حاجة جديدة، فطبعا كل ده ان شاء الله هتتعودوا عليه في القناة. طبعا الاسئلة الكتيرة اللي بتيجي اللي هنعرفها النهاردة، اللي هي ناس كتير عايزة تربح من اليوتيوب برضو بس من غير ما تكون مشتركة في ادسنس. وطبعا ده في طرق كتير جدا وحاجات كويسة جدا يعني هقولها لكم عليها النهاردة، وحاجات تقدر من خلالها انك تدفع يعني تستلم ارباحك على طول ما فيهاش اي صعوبة. كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. بس اتمنى لو انت بتشوفني ومش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة، هتستفاد كتير، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ويا ريت يا جماعة اللي بيشوفنا دلوقتي يعمل لايك للفيديو، اللايك دوت بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية كتير الفترة الجاية ان شاء الله، وان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية كتير، وبيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية اكتر. فياريت يا جماعة اللي بيشوفنا دلوقتي يعمل لايك للفيديو، هكون ممنون جدا ليك. اولا عندنا الاول في كذا فئة من القنوات، عندنا قنوات ايا كان عدد المشتركين عندها، المشتركين دي ما بتهمش كتير، ولكن بتبقى في قنوات عندها التفاعل كبير جدا، التفاعل كبير، والقنوات مثلا مش محققة ربح، ومثلا ساعات بيقدم ربح ويترفض ايا كان السبب. دي فئة من الفئات. وفي فئات تانية ان هم ما عندهمش تفاعل خالص، او عندهم مشتركين بس ما عندهمش تفاعل، وده يقدر يربح وده يقدر يربح، وكل واحد يقدر يربح حتى لو ما عندوش اساسا قناة يوتيوب، تقدر على طول انك تربح من غير انك برضو تكون داخل في برنامج شركاء يوتيوب او من غير الاشتراك مع ادسنس. طب ايه هي التفاصيل؟ اولا بالنسبة للفئة الاولى ان هم عندهم فيديوهات، لان إن اللي بيبقى عندهم فيديوهات عليها تفاعل كبير. اولا الناس دي ليهم فرصة عمل عندي انا، تمام؟ طب ازاي هيكون ليه فرصة عمل عندي انا؟ تمام، دلوقتي انا بتكلم بقول الناس اللي في شروط طبعا عشان تشتغل معايا، دي اللي انا هقول عليها. غير كده بقى الناس تانية هقول لهم الطرق اللي يقدروا من خلالها يحققوا ارباح كتير. الناس اللي هتقدر تشتغل معايا اللي هي الناس، هيكون انت مثلا شخص بتشرح برنامج، بتشرح ايا كان اي حاجة موجودة في القناة، بس الحاجة دي بيكون ليها رابط، وان اي شخص بيقدر من خلال الفيديو ان هو يخش عربي، يعني اي فيديو بيبقى لازم اللي بيشوف الفيديو يضغط على الرابط، هو ده الشخص اللي يقدر يشتغل معايا في القناة. طب ازاي انت دلوقتي، لا مش اي مثلا فيديو هتعمله هتروح تحط لي تحتي رابط وتقول لي انا فيديو تحتي رابط، لا لازم انت تكون بتشرح حاجة، والشخص اللي بيشوف الشرح ده هيخش على الرابط عشان ينزل مثلا البرنامج اللي انت شرحه، او هيخش على الموقع اللي انت شرحته في الفيديو. هم دول الفئة اللي هيتواصلوا معايا وهيقدروا انهم يشتغل معايا، بس برضو في شروط ان هم يكون فيديوهاتهم بتحصل على مشاهدات وتفاعل كويس، زي مثلا عندك من اول 400 مشاهدة في اليوم وانت طالع، هم دول اللي يقدروا يتواصلوا معايا. وطبعا هيتواصلوا معايا ازاي، حسب لكم الرابط بتاع صفحتنا على فيسبوك اسفل الفيديو، وتبدأوا ان انتوا تتواصلوا معايا وحعرض عليكم العرض والتفاصيل كاملة. طيب بالنسبة للناس التانية ايا كان بقى، التفاعل ضعيف التفاعل جامد، طب انت دلوقتي عرضت علينا الطريقة اللي هنشتغل بها معاك، ايه بقى الطرق التانية اللي تقدر برضو انك تربح منها؟ اولا الطرق التانية منها طرق كتير جدا وهنشرحهم بالتفصيل في الفيديو بتاع النهاردة. معلش هو الفيديو ممكن يكون يعني طويل شوية مش كتير، ولكن هتستفاد منه كتير جدا جدا.
الفئات التانية هو الفئة اللي بيبقى بيشرح برامج كتير، اللي بيشرح برامج مثلا كتير او بيشرح اي حاجة كتير ليها رابط، ده برضو بيبقى ليه فرصة كويسة للشغل، وهي عن طريق برامج اختصار الرابط. ايه هو برنامج اختصار الرابط، او قصدي موقع اختصار الرابط؟ موقع اختصار الرابط ده هو عبارة عن موقع بتتم من خلاله، انت مثلا انا شرحت دلوقتي في الفيديو بتاعي وليكن مثلا برنامج، بشرح برنامج كيد ماستر، بعد ما شرحت برنامج كيد ماستر حطيت رابط النسخة بتاعت البرنامج ده في الرابط اسفل الفيديو عندي، بالتالي الشخص لما بيجي عايز ينزل برنامج لازم هيخش على الرابط. فانت بتعمل ايه؟ انت عايز تستفيد من الرابط ده، فبتقوم رايح واخد الرابط تحطه في موقع من مواقع اختصار الرابط، زي مثلا موقع اد فلاي. موقع اد فلاي انا شرحته طبعا في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو برضو، وهسيب لكم برضو الفيديو في اخر شاشة النهاية، تقدر انك تخش وتبقى تشوف الموقع دوت بعد ما تخلص الفيديو. لما بتاخد الرابط بتاع البرنامج ده تحطه في موقع اد فلاي، موقع في اد فلاي بياخد الرابط يديك رابط تاني، الرابط التاني اللي انت بتاخده ده بتاخده تحطه ايه؟ اسفل الفيديو. فالشخص لما بيجي ينزل البرنامج بيخش على الرابط اللي هو اسفل الفيديو، فبدل ما يخش على البرنامج على طول بيشوف اعلان، بعد كده يعمل تخطي الاعلان، وبعد كده بيخش على البرنامج. وطبعا انت بتكسب من موضوع اختصار الرابط ده، ولكن ارشحك بموقع اد فلاي. موقع اد فلاي انا مش واخد منه فلوس ولا حاجة عشان مثلا اقول موقع اد فلاي، ولكن بقول موقع اد فلاي عشان انا جربت موقع اد فلاي وكنت شغال عليه قبل كده. المميز في موقع اد فلاي ان هو موقع صادق جدا، وموقع فعلا بيدفع لك، يعني مش بينصب عليك زي بقية المواقع، لان انا جربت مواقع كتير نصابين يعني، وما بيدوكش اي حاجة، لما بتكمل الحد الادنى ما بيدلكش الفلوس. فموقع اد فلاي موقع كويس جدا بالنسبة للفئة دي. طب الفئة التانية ايه برضو ممكن نكسب من ايه تاني عن طريق قناتنا او عن طريق اي حاجة تانية؟ الحاجات التانية ان انت ممكن تسوق حاجة اسمها التسويق بالعمولة، ان انا مثلا انا بروح مثلا لشركة سوق دوت كوم او مثلا شركة جوميا، بقول لهم مثلا انا هسوق لمنتجات بس بالعمولة، بيبقى مثلا انت سوقت مثلا لمنتج مثلا وليكن مثلا ايا يكن مثلا غسالة، الغسالة دي مثلا ب10,000 جنيه، فانت قعدت تسوق لها مثلا عن طريق القناة بتاعتك، والناس بتخش تشتري التلاجة دي مثلا عن طريق الرابط بتاعك، اصبح مثلا التلاجة دي مثلا ب10,000 جنيه، بيبقى ليك مثلا عمولة زي 10-15%، يعني لو هي ب10,000 جنيه هيكون ليا 1,000 جنيه عمولة من كل غسالة واحدة. ده على سبيل المثال يعني، مش بقول هيحصل كده، على سبيل المثال. ماشي، تسويق بالعمولة مش يعني اللي هي كده. ايه تاني افضل عندك؟ برضو ان بيجي برامج ومواقع مثلا والشركات يجوا لك مثلا يتواصلوا معاك في القناة، يقول لك انت مثلا هتعرض لنا البرنامج دوت، وهنديك عمولة قصاد ان انت تسوق لنا للبرنامج ده، يعني مثلا زي برنامج يوديكشنري. برنامج يوديكشنري عن طريق ان هم بيتواصلوا مع ناس يوتيوبر كبار او ناس عندهم تفاعل كويس، ويقول له اعرض لي البرنامج وهديك برضو لكل 100,000 مشاهدة مبلغ كويس، فده برضو بيبقى من ضمن طرق الربحية. بيبقى موجود برضو حاجة في القناة من ضمن طرق تحقيق الربح، وهي بيبقى موجود في مكان تحقيق الربح، وهو بيبقى عن طريق عرض الازياء والحاجات دي. ايه عرض الازياء؟ هو عبارة ان انت مثلا كشخص عندك تفاعل كويس وكده، فبيبقى الناس عايزين ياخدوا الشعار بتاع القناة بتاعتك او على مجات مثلا او على تيشيرت، فبتبدأ ان انت تعمل تصميم، وشركة يوتيوب لما حد بيطلب الموضوع ده هم بيصمموه وبيبعتوه بالفلوس، طبعا انت بيبقى ليك نسبة في الموضوع، ولكن الطريقة دي بالنسبة يعني في الدول العربية هي طريقة طبعا ايه فاشلة. وبالنسبة لبرنامج اختصار الرابط عشان تكونوا عارفين، اي حد يقدر يشتغل عليه، بس مجرد ان انت اللي عليك انك تجيب زيارات للرابط بس مش اكتر. وبرنامج اد فلاي انا اثبتت في الفيديو اللي هو قبل كده، اثبتت الاثبات بالدفع، ان هو كان بيدفع لي البرنامج، الموقع كان بيدفع لي، واثبتت طبعا انه كان بيدفع لي على باي بال، واثبتت فعلا ان وريتكم الفلوس اللي في الباي بال ووريتكم الفلوس اللي في موقع اد فلاي. فطبعا انا مش كسبان حاجه من موقع اد فلاي، ولكن انا بنصحكم بالافضل عشان ما تقعوش في الغلطات اللي انا غلطتها ورحت اشتغلت مع مواقع تانية وما استفدتش من اي حاجه وما خدتش فلوسي. تمام،
دلوقتي احنا طبعا عرفنا ان احنا نقدر عن طريق التسويق بالعمولة، ونقدر برضو ان احنا نكسب عن طريق العروض اللي بتبقى موجودة في القناة، ونقدر برضو نربح عن طريق مواقع اختصار الروابط. اللي انت موقع اختصار الروابط دي برضو من اسهل الطرق اللي ممكن تشتغل عليها، وتقدر تشتغل بحاجات كتير جدا جدا. عندك برضو في حاجات يا جماعة احنا غافلين عليها جدا، دي المفاجأة الكبرى، وهي المدونة الإلكترونية أو مدونة بلوجر أو الموقع الإلكتروني. الموقع الإلكتروني دوت أرباحه أفضل بكتير 100 مرة من القناة. لو أنت بتاخد من قناتك على المشاهدات اللي بيجيلك، أو على الظهور الإعلانات اللي بيجيلك، مثلا على كل 1000 مشاهدة $1 مثلا على سبيل المثال، هيجيلك مثلا في المدونة $3 مثلا. فطبعا ارباح المدونه مضمونه جدا وكويس. المدونه هي عباره عن الموقع الالكتروني. لو انا مثلا رحت في محرك البحث جوجل وكتبت مثلا اي مقال عن اي حاجه، لقيت اول نتيجه بحث دخلت عليها قريت المقال، هي دي المدونه. طبعا هسيب لكم ان شاء الله، هعمل لكم في الفترات الجايه شرح ايه هي اساسا المدونه. كل ده ان شاء الله هنشرحه في الفيديوهات التانية، وهعرفكم ازاي تنشئوا مدونة، وكل ده ان شاء الله هنوريه لكم. بس دي طبعا كانت اول طرق، ان انت اول طرق مضمونة تقدر انك تربح منها من اليوتيوب، او تقدر تربح منها من الانترنت، ودي من افضل الطرق حاليا. في طرق كتير جدا جدا، ولكن انا بقول لك على افضل حاجة عشان تريح دماغك. فطبعا لو انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو، يا ريت تشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويا ريت يا جماعه اللايك، لازم تعمل لايك، لازم اعمل لايك دلوقتي، واستنانا الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله هنقدم لكم كل المحتويات المفيده جدا، وان شاء الله هعمل لكم دوره كامله عن مدونه بلوجر. شكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.